فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. استديو أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في درة الجنوب في مدينة الوكرة بدولة قطر. ترنم العماني اسعدي وانعمي بالرخاء، وأنشد شقيقه العراقي موطني موطني. وبين هذا وذاك، وفي بطولة تجمع شمل العرب، أردد هنا بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر، فتطواني أهلا بالعرب في مونديال العرب هنا حيث تتزين عروس الجنوب في ملعبها المونديالي هنا في ملعب الجنوب في ثاني مباريات بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، وفي أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث هنا الأحمر العماني أمام اللي يدير هذه المواجهة هنا ما بين المنتخبين. هذا غيرت وصلت بعد ذلك عمانية يعتبر أصغر من أدار مباريات بطولات كأس العرب على مدار تاريخها، هم أساس البي اس أتت، ولكنها جربت القائم الأيسر وتحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة الوحيد. هنا ثاني المباريات بعد ذلك حفل الافتتاح وبعد بثوب التفاؤل مع المار في هذا اللقاء من نصيب اللاعب احمد الخميشرة لمصلحة الاسود، كرة ترسل عالية خطيرة هذا بالنسبة للمنتخبات ال 16 التي تنافس. احمد الكعبي يلعب لها كرة باليسار، محاولة قائمة، كرة ما زالت لكنها تحولت الى خارج الملعب وعادت الى ركلة مرمى جانبت القائم الايمن في محاولة عمانية لرد على كرة عراقية ما بين المنتخبين. هناك كرتان حملتا في وسط الملعب بتعود لمصلحة بينما هنا بشار الله هي هذه الكرة هنا السلمة هنا سدد قوية رائعة، ولكن العارضة قالت لا. العارضة تعاضدت مع العماني في اللقطة الماضية بكرة كانت رايحة في الزاوية 90، ولكن كرة محمد قاسم سلام من جانب محمد قاسم، عنده كرة يمر يتقدم لكن ارتبت نتائج في أول نسخة منتخب العماني عرضية، لكن تغطية كانت موجودة من الدقائق الماضية، عرضية ترسل راسية تحضر من خلال الثلاثة الألقاب التي توجد فيها القاضي التاريخي كرة القدم العراقية. يعني تتنفس كرة القدم ما يقارب هذه الجماهير التي تزين هنا مدرجات وقتها كانت تلك الرسالة المعبية هنا في ملعب الجنوب. بل هناك أمر آخر، هذه البطولة بطولة كأس العالم قد تصويبا، أن تأتي كرة بتعود مرة أخرى عمانية ما زالت قائمة تصويبا الله نعلو سودي من انتصر هنا في كرة أخرى، لكن هذه المرة من أحمد فرحان أراد أن يدخل الفرح على كل الجماهير العراقية، تسديدة يمينية مميزة اللقاء، ركلة ركنية ستنفذ. حارس أحمد الرواحي منقولة كرة عالية والتصويبة هنا محمد قاسم، وواحدة كانت من جانب محاولات عراقية في أخطر كرات العراقية مر، لكن الكرة بتعود مرة أخرى من الطرف الأيسر منقولة داخل منطقة الجزاء، راسية طريق بشار رسل وعرضية تأتي، بينما هنا كرة منقولة عالية فعل على الطائر في اللقطة الماضية يسارية خطيرة قريبة كانت جانبت القائم الأيسر. العراق مرة أخرى اقترب، العراق مرة أخرى هذه المرة كرة 7 تسديدات مقابل 4 تسديدات للمنتخب العراقي. هنا فرصة عمانية فالطالب يتصدى أضيب خطيرة التي أتت أمجد الحارث في اليمين، والعرضية هنا الأصلي منتخب العراق وإلى ركلة مرمى فيما يبدو الكرة الأصلي من زمن شوط المباراة الأول منها في الكرة الأخيرة بعد هذه المباراة قاسم في اللقطة الماضية كان عنده كرة منقولة كرة داخل منطقة الجزاء، الكرة بتعود مرة شوط المباراة الأول من هذا توعى في الأخير لتعود مجددا عمانية بطولة كأس العرب. العراق البلد الذي هدفين مقابل هدف وحيد فاضية. تشكيلة المنتخب العماني أرشد العلوي هو مشيرة منقولة كرة عالية وينها الكرة وينها إلى ركلة ركنية
طبعا هناك اي لاعب خلفه تسوي للقامه كره منقوله عاليه راسيه تارا فريمر كره منقوله الى امجد الحارثي يتوغل الحارثي كره اليسار عمانيه كان عرضيه المنتظره تاتي خطورتها مارتينيز الذي أنذر في شوط المباراة الأول طرد وبالتالي ما يحدث هنا في كبرى هنا التهور كان موجود من ياسر قاضي منعرج اللي غادر أرضية الملعب بعد كأس العالم في بعض المباريات أمام فيتنام أمام منتخب ستلعب منقولة داخل منطقة الجزاء حارس أمجد يتوغل أمجد يحاول آخر وركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني في هذه اللحظات الأحمر العماني هدف الأول من أجل الومضة الأولى من أجل أن يحقق الأحمر جول 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 العماني أول صلاح اليحيائي يأتي بأولى الومضات العمانية لكن هناك راية رفعت أمجد الحارثي سجل هدف ولكن الهدف يلغى لأن بعد دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصل عمان Target's in sight. Stealth chopper. Target down.